بيعك القهوة. صح، وشي نوع القهوة اللي بيعك؟ كاين روبوستا لارابيكا. القهوة هذه معروفة من قديم؟ معروفة من 54 1954. صح، احكي لنا عن تاريخ المحل هذا كيفاش بديت؟ وانت كيفاش جاتك الفكرة بديت العمل هذا وين؟ هي عجدود تابع الجدود، مش احنا ثرنا لقيناه شادر حاكمة هكا تبعناه قعدنا معاه. كانش الوحيدين القهوه كيما هكا الرحات على الحجر هذا وين من عام 54 ما كانش اللي عنده هنا. ايه هاي وين ترحي بالحجره ما ترحيش بالحدادي كيما الجو اللي كاين في السوق هذا مين هذا نتاع الحجره كيما بكري نتاع الحجر اللي يرحوا بهم القمح يرحوا بهذا هذه اختها مقلدين عنها شيء تقليدي. نعم تاع القهوه جي ديار اللي يفهم لها يجيك هكا من الديار مش يستعملش تاع الباكي هذي وين. فراك حب انا مش معلبه هذي وين. قديش راكم دايرينها كيف؟ عندنا كيلو ب 75 وكي نزيدوها نوعيه اخرى تاع الارابيكا تعود ب 90. عندنا كنزو هي كل كاين زوز انواع الارابيكا وحدها دير 150 روبستا كوتوفوار والارابيكا برازيل في السوق رحبه اليهود اقدم بلاصه هنا هذه ساحه فلسطين يقولوا لها. عندها إيه حسرة قهوجية كانك اليوم فيه كان ساعة عندي واحد ساعة نعرف أنا عندها تو حوالي قرب 30 سنة ساعة. قديش تشفي القهوة من كان يبيعوا فيها الوقت هذاك قديش كانت تتباعك؟ نعم نكون نحضر القهوة من كنت شفايتي من بداية العشرين كيلو بعشرين ألف الكيلو. 20,000 كيلو مش في 54 معناها في السنوات اللي هذايا انا كنت نحضر لها ب 20,000 الكيلو وجات طالعه. تو اليوم راهي في 75,000 الكيلو على حسب الطلب ما نروحوش احنا ما غير هذايا. اشرح لي. تو عندك اليوم كل يوم لازم يجي كل يوم توجد له سلعته. عندي فلان فلان فلتان كل يوم عنده السلعه لازم تكون حضرت لها. صافي ترحيها سيرباس. ما عنديش هنا ما تبات السلعه ما كانش سلعه تبات ما كانش غدوه تلقى عندنا قهوه تباتت والله. كاين اللي يقول لك رحي لي قدامي يا سيدي. كاين اللي خايف من السلعه المعلبه هذه يقول لك رحي لي قدامي. علاش خايفين؟ لانه كاين مرض كاين فيه السكر كاين فيه البرودوي كاين اللي يجي يقول لك شبيه قهوتك تجيني خفيف. تقول له انا الاخرى راه فيها البرودوي دير نقطتك حال بصح هنا لا. هنا خفيفه بصح القو مش كيف. يقول لك نايل قوه جاني سمع بصح الخفه شوي خفيف هذه وين قدامك حب الاخرى معلبه مش عارف وش فيها حاجه ما تعلمش وش كاين الدخ كل واحد يقول لك فيها حاجه هذه وين قدامك حب مرحي قدامك صافي الاخرى كاين يقول لك فيها السكر كاين يقول لك فيها اي حاجه احنا نقولوا كل واحد وشهوته في الحوايج هذه وين كاين اللي يروح للمعلبه كاين اللي يروح للافراك كاين قدامه حاجه تو الوقت هذا وين ما تشوفهاش قدامك تخاف منها مش ديفيرونس حدا بعضها كاين بركي الوقت هذا وين كاين مسرق يقول لك نهز باكي معلم ما على بلاش نعم مهنه وحرف احنا نقولوا مرحبا بكم يا سيدي عند محلات شنوف معروفه من قدم الموجودة في رحبة اليهود ساحة فلسطين.